أسبوعان على خريطة الطريق الأمريكية التركية حول منبج، دوريات مشتركة بدأت عملها في المدينة، حيث سيتركز وجودها على خطوط التماس. منبج'ten ayrılacak. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن دخول مدينة منبج سيكون خطوة بخطوة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس طرد ميليشيا الوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني بأسرع وقت ممكن. خطة العمل الأمريكية التركية دخلت حيز التنفيذ على مراحل محددة، بدأت بانسحاب قادة الوحدات الكردية لتدخل بدخول القوات الأمريكية التركية المرحلة الثانية، حيث من المرجح أن تضبط هذه القوات سير العملية الأمنية في المدينة، أما المرحلة الثالثة فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً، وسيجري تشكيل المجلسين المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة حسب التوزيع العرقي للسكان. الأكراد الذين تقول وسائل إعلام غربية إن واشنطن ضحت بهم على حساب تطبيع العلاقات مع أنقرة نفوا عبر مجلس منبج العسكري التابع لميليشيا قسد عبور قوات تركية خط التماس بين الطرفين ودخولها مشارف المدينة، وأوضحوا أن الحديث لا يدور إلا عن دوريات تركية في الضفة الشمالية لنهر الساجور. بينما رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم يقول عكس ذلك. يذكر أن مدينة منبج سيطرت عليها ميليشيا الوحدات الكردية في آب عام 2016.